قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني قال سبحانك وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون